أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25، مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب: أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟ ازيك يا مريم، عاملة إيه؟ الحمد لله. احنا فرحانين ان احنا عندك النهارده. يا رب يخليك. بس انت بقى اللي هتحكي لنا سبب الفرحه اللي احنا فيها. انا اشكر ربنا، عندي 17 سنه ما كنتش بخلف. من 17 سنه انت متجوزه؟ متجوزه وما كنتش بخلف، ما كانش معايا ربنا ما رضاش ان يدينا اطفال. بس اشكر ربنا، كنت متابعه في الاول مع دكتور في مصر الجديده، كان اخويا موديني. ايوه. بس كنا خلاص صممنا على العمليه، بس كنا متصلين ببرنامج اين انت. انت الاول قبل ما تتصلي برنامج اين انت قعدتي قد ايه تتعالجي وعملتي عمليات ولا لا قبل كده؟ عملت عمليتين. عملتي عمليتين في فتره 17 سنه دول؟ عملت 2. طيب، والعمليتين دولت ما كانش فيهم اي نسبه نجاح، ولا بتعملي العمليه ويقولك لا دي ما نفعتش؟ لا عادي، احنا كنا ما نعمل العمليه ونجهه، ايه ربنا ما قرتش خالص.
طب كانت في كل مره بعد العمليه بقى الاشعاعات والتحاليل بيبقى فيها نتيجه ايجابيه ولا برضو الحال زي ما هو؟ لا عادي، انا عملت اشعه بالصبغه قالوا لي حلوه، اشعه تلفزيونيه قالوا لي حلوه، فما حدش كان عارف سبب، ما حدش كان، ربنا ما كانش عارف ليه ربنا مش رايد. كان لسه ربنا ما رضش، بس انا كنت رايحه زياره بعد كده بس سكت. جزء تعبنا صح انا وجزء من الدكاتره والعلاج، انا تعبت من المنشطات وقالوا داخلتها وحشه متربه امراض. كنت بتاخدي بقى منشطات كتيره طول الوقت؟ منشطات كتيره وحقن. كل دكتور كنت تروحي له كان يقول لك كده خدي منشطات، منشطات وعايزني اتابع معاه بالعلاج بقى، تكتب لي العلاج ومتابعه على طول معاه، وتاخديه فتره وتلاقي النتيجه. اخد فتره ولما اتعب اسكت يقولوا لي على دكتور، يقولوا له شاطره، اقول اروح. بس نشكر ربنا لغايه ما قعدت فتره يعني حوالي سنه ما فكرتش في الدكاتره. بس جيت كنت راح عند اخويا الزياره، كانت عيني تعبانه شويه، جزء ما كانش موافق ان انا اروح مصر، قلت له لا انا هروح، هو انا ما ربنا رايد. اشكر ربنا رحت، قعدت اسبوع انا وماما، بس قال انا هكشف لك يا اختي، انا مش جايه يا اخويا عشان كشفه ولا حاجه، انا جايه زياره اطمن عليك. قال لا، بس جه قال على عمليه حقن مجهري، بس يعني كشفت كشف 200 جنيه دوبك، ورقه اللي اديها لي ولا علاج ولا حاجه. الورقه دي بتقول انك انت لازم تعملي حقن مجهري، العمليه لازم العمليه. قال يا ماما جايني بعدين بعد ما العمر روح، انت سنك 30 سنه 31 سنه. راح ايه 30 سنه بس؟ قولي له انت ليه متشائم كده؟ لا انا قلت له عندي 30 بس 30 صغيره 30 سنه لسه صغننه يعني. بالنسبه لنا احنا متجوزه يعني بنت 16 سنه وادله 18 ادله 17 سنه متجوزه. بس هو كبر لي على الموضوع، كيف يا ماما جايني بعد العمر وما اروح وانت كده، انت في عز سنك لازم تعملي العمليه. بس يعني جيت اقتنحت انا بالموضوع ده لما حكي لي يعني وكده. جيت روحت انا واخويا البيت، قال لي يا اختي انت تروحي بالسلامه بعد ما تقعدي لك يومين، وانت وجوزك تحكوا مع بعضك ووافق، تعالي يا اختي انت ما ترسى على المساعده، انا ممكن اساعدك. بس عاد ما دلق قعدت 14 ان انا ازن على دماغ جوزي، قال لازم، قلت له لازم اعملها واعمل اللي عليا وابقى على الله. والعمر انا قاعده واحده في الاوضه، هو بره طول اليوم في الشغل، وانا اللي قاعده واحده على طول محبوسه، ما فيش غير من الكنيسه للبيت يعني بطبيعه كل اسبوع ما اروح مره. بس اشكر ربنا يلا قعدت 14 لغايه ما وافق، رحت جبت علاج ب1000 جنيه، خدت مني دوبك قرصه برشامه نص قرصه، وخدت حقنه تحت الجلد. كنا عاد متصلين ببرنامج اين انت، هما كانوا مساعدين اخته في البلد هور، بلد اسمها هور. اخت جوزك؟ اخت جوزي. جت ادتنا النمره، بس على جوزك انا ما يتصل بيهم يعني، معاه تليفون خادم اين انت فاتصل بيه، اداته الرقم وبقي يتصل بيهم بس كده. يلا احنا كنا متابعين مع الدكتور وقلنا يعني مواسع، اتصلوا بنا نشكر ربنا. بس بعد ما اداني العلاج الدكتور ب1000 جنيه، رحنا جبناه ب840، خدت منه يا دوبك قرصه نص قرصه برشام، وخدت حقنه. جيت انا قلت لا انا مش هروح، انا متابعه مع دكتور وهو اللي جاي لي على عملية يعني، ولا كان جاي لي على مناظير ولا حاجة، وهروح خلاص خدت لي هاخد العلاج بتاع العملية واعملها. بس جت مرت اخويا شجعتني، قالت لا تجيكوا فرصة زي كده مش تشكر ربنا، هتبيعي حالك وتتسلف، ومن عالم تنفع ولا ما تنفعش. بس يبقى جت قالت لي خلاص بكرة بإذن الله يعدلها ربنا. جينا كان يوم أربع، خدنا رحت خدت مرت اخويا وجوزي ورحت، قطع كشف 250 جنيه ودخلنا للدكتور. دخلنا للدكتور كنا واخدين، احنا ما كناش مستعدين ولا واخدين ورق ولا اشعات ولا حاجه، بس كنت واخده العلاج اللي هو كان كاتبه للدكتور للعمليه اللي هو ب1000 جنيه ده. بس يبقى قال لي يا ماما العلاج ده كله تلغيه ما ينفعش. بس يا دكتور كشف له، وبعد ما كشف له قالت تطلع على المنظار وجوزك يعمل تحليل في نفس الوقت اللي في نفس اليوم على طول. بس انا لما كانوا بيحكوا لي عن منظار شق وكده كنت خايفه وبقيت اعيط، قلت لها مش هعمل مناظير، لان الدكتور كان هيعمل لي العمليه ما قالليش على مناظير ولا على حاجه، كان مسهل لي العمليه لغايه ما ساله جوزي قال له مضمونه يعني يا دكتور. قال لك حقن مجهري بس ما قالش خالص موضوع المنظار ده. قلت له يعني يا دكتور، لما كنت اما اسمع في التلفزيون قلت له يا دكتور هي تنفع من غير منظار وكده؟ قال لي يا ماما ولا منظار ولا حاجه. بس اتشجعتي ودخلتي بس عملتي. عدلت مرت اخويا استني شويه قبل ما ندموا عليا، جات لي تشجع، وكانت في ناس في المستشفى ما شجعني برضه، قالوا ما تخافي زي كشف عادي ما تخافيش ربنا معاكي. برضه كنت متوتره من جوانا لما بيقولوا له المنظار ده تعب شق وتعب ما عملتوش قبل كده. دخلت اشكر ربنا، راح ندهوا عليا طلعت. بالنسبه لل
بالنسبة للمستشفى ده ما حدش ما يطلع مع حد، استنينا جزء تحت، طلعت في الأسانسير واشكر ربنا راح ادوني مخدر وعملت مدرسة شغل بعد ما طلعت. طيب وده قعدتي بقى وقت قد ايه في المنظار دوت؟ قعدت يعني في العملية حوالي ساعة. ساعة خرجتي فايقة منها؟ خرجت يعني انا مدرسة بروح غير وانا بره كده شوية مغاص، وجيت لي فوق تحيد وقوم البس هدومك نزلوني في الأسانسير، نزلت لقيت اخوي جوز ومرت اخويا مستنياني، بس قعدت بعد كده قعدت تعبت، قعدت اسبوعات بقيت ارجع كنت تعبانة خالص. انت عاملة العملية من قد ايه؟ انا عاملة العملية يعني دي لي حوالي 40 يوم، يعني يومين ودي لي يعني قربت اكمل 40 يوم، يعني دي سيت الاسبوع اللي عدى. وانتي دلوقتي طبعا العملية واضح ان هي نجحت. نجحت الحمد لله، تبعت جيت عملت عملية سحب قبل كده، هي قبل العملية الحقن، وعملت عملية حقن الحمد لله اشكر ربنا، بعدها ب 12 يوم قالوا لي لازم روح تيجي تعملي تحاليل نشوف حصل حمل ولا لا. جيت قعدت 12 يوم ورحت فعلا اخدت مرت اخويا ورحت عملت تحاليل اشكر ربنا طلع قالوا في نسبة حمل الحمد لله. بارك مبروك. نشكر الله يبارك فيك. بس قالوا له بس لك تحليل تاني، يعني عملت تحليل السبت وتحليل الاثنين قالوا ممكن عشان كان كده حملة اكيد يبقى تحليلك يزيد، الحمد لله زاد واشكر ربنا ونشكر ربنا جربت اكمل 40 يوم حامل ولي متابعة تاني يوم السبت هروح. لازم بقى تتابعي وتاخدي بالك وفي ادوية اكيد ربنا. بتاخديها؟ باخد حقن تحت الجلد يعني ال 22 يوم اللي دي يعني دول 15 يوم امبارح جايبة 42 حقن. ايوه حقن كتير وعلاج. بصي هو مشوار طويل. مشوار وانتي صبرتي. صبرت والحمد لله بس تعبت وربنا انا بقيت اقول يا ربي يا رب انظر لتعبي، تعبت صح اخدت علاج كتيرة علاج كتير وحقن تعبت لما مش قادرة اقعد من الحقن اللي اخدتها. واشكر ربنا برضو لربنا نظر لتعبي واشكر ربنا واشكر برضو برنامج اين انت ربنا يحافظ عليهم ويقويهم. وربنا يفرح قلبك يا رب يخليك. وهو ده دور ربنا بعتهم عشان يفرحوك. كان بإذن ربنا واشكره ان شاء الله نجيلك المره الجايه ومعاكي البيبي بقى يا رب يخليك في ايديكي كده ونبقى فرحانين بيه وهو بيعيط وبيحافظ عليك وعوضكوا خير ان شاء الله. ربنا معاكي حبيبتي والف الف مبروك. الله يبارك فيك. ازيك يا عم ابراهيم؟ الله يبارك فيك. عامل ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. معاده مبروك بدايه حمل المدام. الله يبارك فيك يا مدام. بعد مشوار طويل انتوا عانيتوا فيه، انت عملت ايه بقى طول الوقت دوت؟ يعني انا طول الوقت عملت كل مشاوير الدكاتره والكشوفات، كشفت كتير عن في ملاوة عندنا وفي المنيا، وفي عمليات عملتها لمراتي وكنت برضو كنت بعمل عمليات وخايف عليها، ونشكر ربنا واحد ناس ولاد حلال برضو دلوني على برنامج عين انت، وخدت الرقم بتاع سعادتك برضو رنيت عليهم، ونشكر ربنا ان هو وصلوني لغايه المستشفى بتاع دار الطب دي. انت طبعا كنت قلقان بس شجعتها واكيد قعدت تصلي طول ما هي أيوة في كنت بصلي وانا في المستشفى وهي في العمليه. في العمليه يعني. كنت بصلي وكنت قلقان عليها جوه لغايه ما كنت بتصل بقى بالاستقبال، اتصلت بقى 10 مرات فكنت قلقان عليها جامد يعني. طب ما هو جوه مش هيعرفوا يطمنوك طول ما هي في العمليه. ما هو كان بيتصل بالفوق والاستقبال ساعتك وكان بيطمنين عليها اول باول طوالي. وهو الحمد لله هي قالت لي ان هي قعدت ساعه. ايوه نشكر ربنا يعني ما طولتش طبعا يعني هي الساعه دي بتبقى كانها ساعات طويله. ساعات طويله. لكن الحمد لله النتيجه نشكر ربنا يعني حلوه يعني نزلت خير وكويسه ونزلت كويسه يعني الحمد لله. ربنا يفرح قلبك وان شاء الله كده نيجي هاجي المره الجايه ان شاء الله. اشوف بقى هنشوف النون الصغير الجديد دوت هو عمال يوقوق. يا رب يخليك مش هنخليه بقى طفل ساكت. يا رب يخليك خلاص سكتنا وقت طويل احنا عايزين دوسه بعد كده. رب يعوضكم كل خير ويحافظ عليكم صدقيني. تعيش ربنا يخليكم ويفرحكم دايما يا رب. يا رب يخليك يا مدام ويخليها لك ويطمنك عليها دايما. تعيش يا مدام. انا صدقيني انا فرحت جامد جدا جدا من بعد العمليه دي صدقيني. انا طبعا ما كنتش اتوقع ان انا طبعا اعمل العمليه دي صدقيني. انا راجل كراجل فلاح يعني يومي ب 40 جنيه يعني اشتغل يوم واقعد قبل 3 ايام، فكان ملاحق مش ملاحق يعني على الدكاتره ولا على المصاريف ولا على الكشوفات ولا عليه ولا بالظبط يعني. والعمليات بتاخد فلوس والعمليات كتير بتاخد فلوس والعلاج فلوسه اكتر فلوس اكتر صدقيني يا مدام. ربنا يوسع رزقك وان شاء الله يبقى البيبي اللي جاي جديد ده هتشوف رزق اكتر باذن الله. يا رب يخليك يا مدام ويعوضكم كل خير ويديلك صحتك. تعيش يا مدام ربنا يحافظ عليكم كده ويعوضكم كل خير صدقيني. ربنا يخليك ربنا يفرح قلوبكم.
ازيكم عاملين ايه؟ نشكر ربنا يا مدام، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الف مبروك وحمد لله على السلامه. الله يخليك يا مدام، شاكرين جدا على تعبكم. العفو، ربنا يخليك. طبعا احنا يعني جايين في منتهى الفرحه، يعني واحنا ماشيين المره اللي فاتت من هنا كنا جاي قلنا المره الجايه هنيجي نلاقي معاكي بنوته او ولد بيملين عليكي الدنيا. فباسم الصليب ربنا كده بارك، واحكي لنا بقى من ساعه ما سبناكي ايه اللي حصل. من ساعه ما سبتنا الحمد لله نشكر ربنا، كنت ماشيه في الحمل وكنت متابعه مع الدكتور على طول، يعني ساعه ما جيت حضرتك كان دلي 53 يوم حمل، كنت لسه جايه من مصر. بس بدات عاد مع الدكاتره شهر بشهر بالعلاج بالحقن، وهنا ما ربنا كمل معايا وجيت شقيت فيهم الحمد لله. معاد طب نشكر ربنا، نشكر ربنا معاد. ربنا ادالك توأم، انت كنت عارفه ان هو هيجي هي ربنا هيديكي توأم؟ كنت عارفه يعني في خلال الشهر السادس كده اتعرف واد وبنت، قلت معاد نشكر ربنا كل اللي يجيبه حلو معاد، ما كنتش اعرف بس كنت اعرف ان هم حاطين لي يعني مثلا اثنين. حاطين لك ايه؟ توأم. توأم عرفتي من الشهر السادس؟ اه عرفت من الشهر السادس. طب وبعد بعد بقى ما ربنا قومك بالسلامه وولدتي وكده عملتي معاهم ايه بقى؟ الحمد لله يعني رغم اني تعبت في الشق الحمد لله اشكر ربنا، كنت تعبانه صح تعبت واشكر ربنا كمل معايا، وقعدوا في الحضانه 9 ايام وجبناهم. وما عاد انا كل يوم يعدي لو اني بتعب وبشق اشكر ربنا، ما عاد الحمد لله ان ربنا اعطاني بعد 18 سنه الحمد لله. نشهدكم عينا ربنا يخليكم لينا ويحافظ عليكم. تعيش يا حبيبتي، ربنا يبارك لك فيهم وفيهم احسن ناس. ما عاد نشكر ربنا ما عاد. ابراهيم بقى احكي لنا انت احساسك ايه؟ انا حديث يا مدام امل ان قعدت 18 سنه من غير خليفه. ايوه. وربنا اراد لي بقناه التلفزي ربنا يبارك فيها ويخليها كمان وكمان. تعيش. اراد لي بالعمليه الحجن المجهري في مصر. تمام. ورحت عملت عمليه حجن المجهري في مصر وربنا اراد وربنا اداني توأم، وربنا ما حرمنيش بالواد ولا بالبنت. ادانا ربنا كراس وادانا مهرين. نشكر ربنا يا مدام. الحمد لله، ربنا يبارك لك فيهم. وهي دي كانت امنيتنا واحنا ماشيين، ان احنا قلنا هنيجي نلاقي ايه نونو كده مالي عليكم الدنيا. انا صدقيني ده اخر حاجه يا مدام، صدقيني يا مدام امل بالله، بديت من 18 سنه وانا محرم من العيال يعني. وربنا فرحك قوي. ربنا فرحك بالواد والبنت. نشكر ربنا. بيدلك نوعين وقال لك اهو ولاد زي الفل وصحتهم الحمد لله، ربنا يبارك فيها. ربنا اداني الواد واداني البنت، يعني ما حرمنيش بالواد ولا حرمني بالبنت. ربنا يعني ما يحرمك من حاجه ابدا. يا رب يخليكم يا مدام امل ويخليكم لينا كده. تعيش ويكمل فرحكم كده يا رب. ويعني اقول لك ايه، انت هتكتفي بقى بيهم ولا بتفكر تجيب ولاد تاني؟ لا بعد كده مدام، بعد كده يعني على جدنا يعني. بس يعني رب يقوينا معيشين زي ما انت شايفه كده يا مدام امل. قاعدين في الاوضه مثلا كل حاجه فيها طبخ فيها وكل حاجه فيها. بس عارفه ايه احلى حاجه في الاوضه دي رغم ان هي كل حاجه فيها؟ طبعا صح، انها زي الفل. كنا قاعدين انا وهو كده مقطوعين الحمد لله، كنا ما نجري على الدكاتره جارنا كاتير ما خليناش، ونشكر ربنا ان ربنا ادينا وما ربنا بس. يفرحك وانت جميله والاوضه جميله ونظيفه. ربنا يخليك لينا كده الفرحه بيكم دايما جدا جدا. ربنا يجاوبكم على فعل الخير الصراحه لولا انتوا وربنا، احنا ما كناش نقدر نروح المستشفى اللي احنا عملنا فيها دي غاليه ما نقدرش. نشكر ربنا الحمد لله، لو ان كان معانا برضو قرشين انصرفنا كنا ما ناخد مثلا التاكسي من هنا لغايه ملا ولا مكان الحمل خطر. هو ابراهيم راجل بيحبك و نشكر ربنا، وعشان كده ربنا فرحكم وادالكم ثمره حلوه يعني. ربنا يخليكم لينا يا جماعه كده. تعيش ويخليكم ويفرحكم باولادكم وتفرحوا بنجاحهم بقى في مدارسهم ويحافظ عليكم. تعيش ويخليكم. صدقيني دي احسن فرحه رحت بيها بالعيال دي. طبعا مش عايز حاجه من الدنيا خالص اللي ادوهم يا رب. طبعا ربنا يخليكم ويفرحكم بيهم ويسعدكم ويبقى اسره كده، ربنا هو اللي يعني مكمل فرحتهم. يطلع ان هم يعرفوا ربنا وكده يعني ربنا. طول ما هم ولادك ولاد ابراهيم هيطلعوا احسن ناس. ربنا يخليك يا مدام، انتوا بركه وناس كويسين، ربنا يبارك لكم فيهم يا رب. ربنا يحافظ عليكم. تعيش الف مبروك وربنا يفرحكم بيهم وبنجاحهم. تعيش يا مدام. شكرا يا حبيبي. مولاي حينا بينهم تنزع البغضاء منهم والخصام،
كنت يا قدوس قلبا مشفقا، فملأت الكون حبا وسلاما. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل، وأبا بين اليتامى. قد أقمت الميت والأعمى رأى، والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر، والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة إله العزاء هو فعزاهم. ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟